اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، إنك أنت السميع القريب، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، برحمتك يا رب العالمين، يا غفور يا شكور. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين، إلهنا اجعلنا من المقبولين الفائزين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم خلصنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، إلهنا أدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، إلهنا اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.